مجدد التحيه مع حضراتكم مره اخرى مشاهدينا في اولى فقرات برنامجنا الحواريه لهذا اليوم. موضوعنا النهارده موضوع مهم وشائك في ذات الوقت، لان احنا بنتكلم في هذه الفقره عن الادمان. الادمان اللي اصبح بمثابه افه بل كابوس يؤرق المجتمع وتحديدا المجتمع المصري. الادمان ماساه حقيقيه بيعيشها اغلب البيوت المصريه وتحديدا فئه الشباب. شفنا مجهودات عده بذرت على كافه النواحي، كان اخرها الحمله القوميه للاقلاع عن الادمان او محاربه الادمان التي قامت بها وزاره التضامن الاجتماعي بالتكاتف مع وزاره الشباب والرياضه، وكان قائدها طبعا واحد من الفنانين اللي انا طبعا كنت معترض اصلا ان هو يخوض هذه الحمله. ولكن كيف نحارب الادمان؟ اسباب الادمان في المجتمع، لماذا تفشى كل انواع الادمان للمخدرات المختلف في المجتمع المصري وتحديدا فئه الشباب؟ شفنا دلوقتي وما زلنا بنشوف العديد من المشاهد الماساويه تحت الكباري، بنشوف الطفل لا يتعدى 6 سنوات وفي ايده سجاره، فما بالك بقى الناس اللي هي من الشباب في ثانيه وفي ثالثه اعدادي وحتى في الثانويه العامه، حتى لو شباب جامعه بيشربوا العديد من المواد المخدره. طيب ليه المجتمع وتحديدا المجتمع المصري وصل لهذا الحد؟ ليه المجتمع بقت ظاهرة الإدمان فيه ظاهرة يعني كباقي الظواهر بل تفشت بشكل كبير جدا؟ نتمنى يا رب نحن نفتح محاور عدة ونغطي الموضوع بشكل أشمل، ونخرج أيضا من هذه الفقرة بالعديد من المحاور والعديد من النصائح الإيجابية اللي في حال اتباعها من قبل الأسر المصرية ممكن تجعل ابنها صالح يقلع عن الإدمان. ده اللي هنحاول نقاشه النهاردة مع ضيفنا اللي بشرفنا في هذه الفقرة، الدكتور محمد هنداوي أخصائي الطب النفسي. أهلا بيك يا دكتور، تحية لحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك محمد، نورنا وشرفنا بالتأكيد. ولكن أكيد حضرتك معانا في الصورة لما بنشوف يعني ممكن يكون يعني طالب أو ابن شاطر جدا متفوق جدا وبيكون عنده أخلاق عالية ويدخل طب ونلاقي يبتدي بقى ينزل في المستوى ويعيد سنة عن التانية، الأم تلاقي انحدار في الأخلاق، بعد ما كان مؤدب جدا وبيسمع الكلام تلاقي سلوكيات اختلفت، تلاقي أصحاب اختلفوا ويبتدي يظهر لهم في صورة الإدمان ويبتدي يهرب من البيت لا قدر الله. وحوادث على هذه الشاكلة كتير جدا، أمثلة بشكل كبير جدا. صحيح. إيه اللي بيأثر في الشكل وإيه اللي هو بيحس بيه ويحوله بالشكل ده؟ عايزين من حضرتك وصف كده وترسم لنا ملامح الإدمان، يعني إيه إدمان؟ بيعمل إيه في الإنسان؟ طيب يعني ايه ادمان؟ الادمان اولا هو مرض، يعني ليست افه اخلاقيه، احنا بنتكلم عن مشكله مرضيه ليها مكان في الجهاز العصبي. ظننا لفتره طويله ان المشكله مشكله اخلاقيه ومشكله سوء سلوك او سوء تربيه. لا، هي مشكله مرضيه ولكن اعراضها اعراض سلوكيه. بمعنى ان بمجرد ما بيتطور صاحب المشكله الى انه بقى مريض ادمان، خلاص ثبت المشكلة دهيت في جهازه العصبي. هنا بيبتدي ينتاب التغييرات السلوكية وفي التصرفات وفي الطريقة وفي الأسلوب زي ما حضرتك وصفتي كده بالظبط. إذن الإدمان هو مرض. طيب هو عبارة عن إيه هذا المرض؟ هو عبارة عن مشكلة بتحصل في الجهاز العصبي، الجهاز العصبي المركزي، المخ تحديدا، خاصة بمجموعة من المواد اللي بيفرزها هذا الجهاز العصبي. المواد دهيت بتبقى مسؤولة عن بعض الأحاسيس، بعض الأحاسيس من ضمنها النشوة، من ضمنها السعادة، من ضمنها الراحة، من ضمنها الاطمئنان. ده الإحساس اللي بيجذبه بالظبط كده. في الأول المخ عادي بيفرز هذه المواد بظروف معينة وبطرق معينة بشكل طبيعي جدا، لكن بعد تعاطي مواد معينة ليها تأثير على المنطقة دهيت في الجهاز العصبي، بيبتدي إفراز هذه المواد بيختل. بمجرد ما اختل أصبح مرتبط بتعاطي هذه المادة أو ممارسة هذا السلوك، لأن مش دايما بيبقى الموضوع مادة مخدرة. يعني أنواع الإدمان طبعا كتيرة جدا. تمام. ده اللي أنا كنت عايزة أتكلم مع حضرتك فيه، إنه الإدمان مش بس عقاقير. النهاردة ده يعني شغلنا الشاغل إن شاء الله في الفقرة دي، لكن في أنواع كتيرة جدا ممكن الشخص يدمن. صحيح. آلة نت فيسبوك. صحيح يعني. أشهر أنواع الإدمان طبعا إدمان القمار، إدمان الشراء، إدمان العمل عند بعض الناس اللي هم بيسموهم الوركهوليكس، في ادمان التسوق، ينزل للاسواق او تنزل للاسواق، طبعا دي مشهوره جدا عند السيدات. اه بالظبط، هي نفس الشيء. هو نشاط لما بيمارس بيستفز افراز ماده معينه موجوده في المخ، الماده ده هي المسؤوله عن احساس بالنشوه او احساس بشكل من اشكال الراحه. نعم.
طيب نتكلم عن اخطر نوع من انواع الادمان وهو الادمان للمواد المخدره. وحضرتك تعلم يا دكتور ان البدايه بتكون خد سيجاره جرب، خد نفس جرب، صح؟ ده اللي بيحصل. واحنا بنشوف معظم الشباب لما نلاقي الطفل مثلا او ايا كان الشاب ده في اي مرحله عمريه مختلفه بنشوف زمايله طب ما تيجي تجرب، حتى لو عنده برضه قوه يعني عزيمه بشكل كبير جدا بتضعف احيانا نفسه وبيجرب. عشان نقدر نقدم نصيحه للاسره المصريه لما ابنهم يقع في هذه التجربه، امتى نقول ان ده مدمن؟ نعرف ازاي ان ابني بيتعاطى عقار معين ممكن ياثر عليه بشكل ملحوظ، بحيث ان دلوقتي في للاسف بعض الادويه للناس اللي بتشرب الحشيش بتبقى فيه حاجات زي قطره بتودر بتشيل الاحمرار تحت العين وخلافه من الحاجات دي كلها. ازاي بقى انا كاب اسره اتابع ابني بشكل مباشر بحيث ان انا اعرف ان هو بيتعاطى اي نوع من انواع المخدره ولا لا؟ فسر لي ازاي. طيب هي عمليه متكامله، يعني هي من الاول خالص انا محتاج كرب اسره ان انا اربي ابني او بنتي على ان هو يبقى عنده القدره على الاختيار الصحيح بالظبط والاختيار السليم. اذا البدايه من الاساس يعني ده من الاول، يعني تعالى نتكلم فيها كمنظومه كامله متكامله من الاول كده. نعم. لكن فرضنا ان لاي سبب من الاسباب ابني او بنتي وقع في هذه الدايره، اكتشفه ازاي؟ زي ما قلنا في الاول كده، الادمان هي مشكله مرضيه لكن اعراضها في الاغلب سلوكيه بالزبط. سلوكيا يعني في شكل السلوك، في شكل التصرفات، في ايقاع اليوم، في ايقاع النوم، في اللغه اللي الشاب او الشابه بتستخدمها، نوعيه الالفاظ، الحده، طريقه الكلام، حتى بالظبط المزاج كمان بيبتدي يبقى متغير، نوعيه الحاجات اللي بحب اشوفها في التلفزيون، الحاجات اللي بحب اسمعها، كل ده بيبتدي يتغير. نعم. لو لاحظت تغيير بالشكل ده وتغيير مستمر، نعم، يعني مش تغيير يوم كده وراح، لا، تغيير بشكل مستمر، في تغيير حتى لو انا مش ملاحظ علامات معينه جسديه تقول ان في اي مشكله مع تعاطي مخدر، يعني تغيير في السلوك نفسه مش لازم كده يكون باين على وشه ان هو بيتعاطى حاجه، ممكن سلوكه يكون مختلف بمجرد ما بدا يبقى في تغيير في السلوك او تغيير في اللغه او في الالفاظ او في الذوق العام او في المزاج، ابتدي اقلق. نعم. طب قلقت اعمل ايه؟ هنا بقى لازم ابتدي اتكلم، ابتدي هنا الحوار. مش معنى ان ابني او بنتي وقع في هذه المشكله ان انا بعلق له المشنقه بالظبط، لان طبعا ده اكبر غلط بيقع فيه اولياء الامور، ده اللي بيخليه احيانا بيتمادى في الغلط ويهرب بشكل او على الاقل ما بيقولش ان عنده مشكله او بيحاول يداري او بيحاول يغطي، وبدل ما تبقى المشكله في اولها علاجها بسيط نبتدي نتكلم في المشكله بعد ما وقع في براثن الادمان بشكل فعلا صعب جدا يعني. طب انا لو عايزه امسك مع حضرتك كده اسباب اللي يخلي الشخص يقبل على الادمان، وخصوصا احنا بنشوف اسر راقيه جدا، مستويات عاليه جدا، ابناء في غايه الاخلاق ومتربين تربيه كويسه جدا، وما يبقاش متوقعين ده اخر واحد ممكن يكون دخل في الادمان، ايه اللي يخلي شخص زي ده يقبل على الادمان؟ هل ممكن تكون ازمات نفسيه وقعوا فيها؟ هل ممكن يعني صحبه؟ كلمني كده على الاسباب اللي ممكن نلمسها بايدينا يا دكتور. طيب هو بس نتفق اتفاق ان فعلا المستوى الاجتماعي ومستوى التربوي لا علاقه له على الاطلاق بالزبط بان الابن او البنت ما يبقوش عرضه للادمان، هو كل ولادنا وكل بناتنا للاسف معرضين للمشكله ديت، وربنا يحفظهم جميعا. هو بيسيب كل فئات المجتمع، ده صحيح، الموضوع ملوش علاقه فعلا لا بفئه عمريه ولا بفئه مجتمعيه ولا بفئه تعليميه كمان. بالظبط. طيب في اكتر من سبب نقدر نقول ان هم الاسباب الاكثر شهره حاليا، اشهرهم في مصر دلوقتي فكره القبول. يعني انا علشان ابقى مقبول وسط مجموعه لازم امارس سلوك مشترك معاهم، يعني وده طبعا اكتر العرضه ليه دايما بيبقوا الشباب الصغير. انا علشان ابقى ليا لايف ستايل معين كده حبوب وجميل وكول، يعني انضم تحت الشله بقى واحد منهم يريد يشيل الفلان الفلاني، فانا لازم اكون معاهم في ممارسه نفس النشاط شبههم بالظبط كده، ممارسه نفس النشاط اللي هم بيمارسوه، وقد يكون احد اوجه هذا النشاط التعاطي. هنا ممكن يبتدي الموضوع بشكل كده اوكيجنال كده او حاجه كل فتره او الثانيه، وطبعا مع الوقت الموضوع بيبتدي يتغير. ده احد اشهر الاسباب. نعم. المدخل الذهبي طبعا لمعظم انواع المخدرات هو التدخين. عاده بدايه ما الحاجه اللي بتعرف او بتكسر الحاجز ما بين الشاب او الشابه ما بينها وما بين الغلط او أو ممارسه سلوك غلط او سلوك ممنوع. نعم. هو دايما ايه؟ السيجاره. طيب في اسباب تانية، في اسباب تانية وده بدا يظهر في الفتره الاخرانيه خصوصا في المرحلة السنية الأكبر شوية اللي ما بدأوش الجامعة وما بعد الجامعة كمان، يعني بدأنا نرصد حالات بدأت تدخل الطريق في الثلاثينات
في الثلاثينات والأربعينات. منهم البعض بالذات من يمارسون النشاط الجسماني بشكل كبير اللي بيمارسوا أعمال حرفية أو بيمارسوا أعمال جيم بقى أو بودي بيلدينج بقى. دي حاجة. والحاجة الثانية اللي هي استخدام بعض العقاقير كنوع من أنواع أن هو ما يحسش بالتعب بالظبط أو يدي لنفسه طاقة زيادة بالظبط كده على أساس أن هو يقدر يمارس مجهود جسدي مطلوب منه بشكل كبير شوية أو هو ما بيبقاش قادر عليه. ده يعني مرضى ممكن يدخلوا هنا يا دكتور في السياق طبعًا. ده عنده طبعًا. ورم عنده بياخدوا حاجات زي كده. ده حقيقي ده بس هنا بقى دي حاجة ثالثة اللي هو بيبتدي من إنه هو عقار مكتوب طبيا أو موصوف طبيا ويسيء استخدامه. ده دي قصة ثالثة. اللي برضو بدأنا نرصده في الفترة الأخيرة رباط المنازل. رباط المنازل اللي بيعانوا من مشاكل وآلام في الجسم خصوصا مع زيادة الوزن أو يعني طبعا حضرتك عارف ان في نموذج معين كده مشهور عند سيداتنا في مصر بس هو للأسف بيبقى نتيجة للأعمال المنزلية اللي بشكل كبير بيبتدي يبقى فيه آلام في الجسد بعد زيادة الوزن آلام في الظهر نبتدي نتعاطى مسكنات أكتر مسكنات أكتر ما بقتش تجيب نتيجة ندخل في المسكنات المحظورة أو المسكنات اللي هي متصنفة جدول. المشكلة اللي بتنتج عن هنا ان بيبتدي يبقى فيه اختلاف في المزاج بعد تعاطي المسكن بعدها ما يبقاش التعاطي بسبب تسكين الألم واحدة واحدة يبتدي بقى يبقى التعاطي علشان ضبط المزاج. ده موضوع تاني بقى دخلنا كده في الحتة التانية خالص. رغم انه ممكن يظبط مزاجه بعيدا عن التعاطي بشكل طبعا تأهب نفسيا. طب ايه الحل؟ يعني اذا كان في حد مطلوب منه نشاط جسماني، اذا كان في حد بيعاني من الام جسديه، اذا كان في حد بيعاني من الام عضويه وبيحتاج ان هو يتعاطى مسكن بشكل منتظم يعمل ايه؟ طيب اول حاجه ممارسه الرياضه. نعم مهم جدا اعرف ان انا جسمي ده هو مش اله. جسمي ده هو حاجه بتبني وبتهد. نعم معدلات البنى بتزيد لما انا بمارس نشاط رياضي واهتم بالتغذيه الصحيه. طيب. معدلات التكسير بتزيد لما لا امارس نشاط رياضي ولما لا اهتم بتغذيتي. كل ما معدلات البنى زادت كل ما كان قدرات جسمي على مقاومه تعب او مقاومه الالام او مقاومه المجهود بقت اعلى. طيب. كل ما معدلات التكسير زادت كل ما كان مقاومتي اقل. يبقى اذا انا ببساطه محتاج ان انا ابني جسمي او اقوي جسمي او احافظ على شكل صحي وشكل زي ما بيقولوا ايه هيلثي لايف ستايل اسلوب حياه سليم. مش كان بيبدا بالمنشطات اللي بياخدوها في الجيم؟ طيب بالظبط كده. خلينا نتكلم عن نقطه مهمه جدا برضو نكملها يمكن قبل السؤال ديني قبل كده. اولياء الامور الاسره بشكل عام ازاي برضو تفسر الحاله المزاجيه بتاعت ولادها؟ لان بنشوف دلوقتي زي ما حضرتك قلت يا دكتور مش لازم يلاحظوا اعراض جانبيه او شكل ابنهم اتغير حتى سلوكيا. طيب ازاي مع هذا السلوك ناخذ التصرفات الايجابيه بما حضرتك طبعا اخصائي طبي نفسي، ازاي نقدر نتعامل مع اولادنا في هذا السياق بحيث ان احنا نقدر مع بدايه التشخيص نطرح الحلول العاجله بحيث انه ما يستمرش في الطريق الغلط اللي هو ماشي بيه؟ ضعنا في المشهد بالشكل العام. طيب تمام. اولا احنا لازم نبقى ملاحظين حاجه ان في مرحله سنيه كده في حياه كل شاب وشابه اللي هي اسمها مرحله المراهقه. المرحله ده هي عنوانها الاضطراب. بالظبط. يعني مش غريب على المراهق او المراهقه انه يكون مضطرب او انه يكون متقلب او ان مزاجه بالظبط كده. لا. مفيش ده مش غريب بالعكس ده الطبيعي. دي هرمونات المراهقه. بالظبط كده. يعني انا لو عندي مراهق ما عاناش من المعاناه ده هي ابتدي اقلق عليه. اذا انا لازم اكون متقبل وعارف كويس جدا ان طالما عندي ابن او بنت داخل على المرحله دهيت ان انا داخل على مرحله حرجه شويه. طيب. حرجه يعني مطلوب مني ان انا اعمل فيها ايه؟ اهم حاجه مطلوب مننا ان انا اكون قريب لابني او بنتي. نعم. نتكلم. عملت صح عملت غلط عملت كويس عملت وحش ده شيء وان احنا نبقى بنتكلم وبنتواصل ده شيء تاني. طيب. مهم جدا ان انا اثبت مبدا ان احنا هنتكلم وهنتواصل ونثبت مبدا مش معنى ان انت غلطت ان انا هعلق لك المشنقه. صح. لازم نصاحب ولادنا بحيث حتى لما يجي يقع في الغلط يجي يشتكوا لنا بشكل مباشر. حضرتك اكيد متفق معايا ان الفيسبوك ما خلاش فيه اي تواصل. اللي حتى الاكل بتاعنا كل كبير. واحد بقى بياكل في ميعاد ما بقاش فيه تواصل. معاكي. طب منين نجيب التواصل ونرجعه تاني؟ نخلق ميعاد نوجد ميعاد. الميعاد ده قانون كده او قرار كده انه لازم كلنا نتجمع فيه. محتاجين نقعد محتاجين نتكلم محتاجين كلنا نحكي لبعض يومنا. تمام. من ضمن الانشطه اللي بنصح بيها بعض الناس اللي بتتابع معايا من اهالي المرضى اللي هو
اشرك ابنك في حياتك وكأنه كبير. بالظبط، صاحبه بالظبط، يعني حسسه انه رأيه مهم. بالنسبة لك مهم. عوده على ان يبقى له رأي. عوده على ان يبقى عنده شكل كده من اشكال التمييز بتاع الكبار. جميل. بالنسبة لي انا كراجل كبير، ايه المانع ان انا اخد رأي من شاب صغير؟ له منظور مختلف، له وجهة نظر مختلفة، ممكن اضيف عليها من خبرتي، لكن في النهاية اكيد هحصل على شيء. جزئية متعلقة، كان في دراسة كنت بقرأها تقريبا من يومين بتقول ان كثرة الضرب لابنائنا او التأديب بشكل مباشر ليهم بيفقدهم الشخصية، بيفقدهم صحيح. القدرة على الحوار، ما يكونش ليهم رأي في اي حاجة. ده صحيح، صح الكلام. صحيح. واضيف على لحضرتك جملة مشهورة جدا كتير جدا مننا سمعناها واحنا صغيرين، انت ما انتش نافع، انت مش بتحبطه دايما، انت ما بتفهمش، انت مش ذكي، ايه الغباء ده. في بعض الجمل كده اللي ممكن تتقال عفويا للاطفال، للاسف هي بتطلع تلزق في دماغه، ويفتكر اولياء الامور ده ممكن يشجعهم، بالعكس ده بيحبطهم بشكل كبير. بالظبط كده، بالظبط. لكن انت، انا في الواقع انا بدي له امر، وبدي لمخه الامر انه يتصرف بالصفه دي. بالظبط. جميل. خليني يا دكتور، اكيد حضرتك متفق معايا انه بنشوف دلوقتي الدراما بتتحكم في حياتنا بشكل كبير جدا، المسلسلات والافلام بتاثر في اولادنا بشكل اكبر. طبعا. يعني اكيد حضرتك يعني لو تتذكر معايا كده رمضان اللي فات كان في مسلسل قوي جدا وبيتكلم وبيصور لنا الادمان بصوره الكتيره والمختلفه. طبعا. ويمكن اول مره احس بجد ان في حاجه ممكن تكون مجديه من الدراما بشكل كبير، ومن تاني مشهد بيورينا عواقب الدراما. دايما كنا نستنى النهايه عشان نشوف قد ايه المدمن بيحصل له ايه. صحيح. من تاني مشهد قد ايه كل واحد من الافراد المدمنين اللي كانوا في المسلسل فيه تاثير كبير جدا على الادمان. رايك ايه في تاثير الدراما يعني التصوير بتاعها للادمان؟ طيب، علشان هي بس ايه نقطه شديده الحساسيه. طبعا انا مع حضرتك ان العمل الفني اللي حضرتك بتتكلمي عنه في رمضان اللي فات قلب موازين كتيره جدا وغير كتير في شكل الدراما اللي تناولت هذا الموضوع. حقيقي. لان قبليه في رأيي الشخصي كانت الدراما بتشجع على الموضوع أكتر ما بتبقى ضده. طول الفيلم أو طول المسلسل الحياة جميلة وحلوة، واللي بيتعاطى المخدرات عايش حياة جميلة وظريفة، آخر حلقة آخر خمس دقايق في العمل الفني يبتدي بيه الحاجات الوحشة كلها تحصل كله. عادة المراهق بالذات في عنده جملة مشهورة، أنا مش كده، أنا هقدر أوقف قبل ما أوصل للمرحلة ده. هي من أشهر الجمل ومن أشهر القناعات اللي بتبقى عند المراهق أو المراهق. العمل الفني اللي حضرتك بتتكلمي عنه ده هو فعلا عرض من الأول كده العواقب، وعرض من الأول المشكلة عاملة إزاي، إلا إن الموضوع ده زي ما بقول لحضرتك موضوع شائك جدا. أنا شخصيا بيا بعض الاعتراض على بعض المشاهد اللي وردت في هذا العمل من عرض حاجتين، مشاهد التعاطي مباشرة. بالظبط، انت كده بتعلم الناس تشرب. بالظبط، يعني انا كده علمت اللي ما بيعرفش يعمل الحاجة ازاي يعملها. بالظبط. الحاجة التانية، وماذا عن فئة موجودة في المجتمع اللي هي من كان مدمنا ثم تعافى. بالظبط. المدمن المتعافي ممنوع عليه ان هو يشوف حاجة زي كده. تعالي نعترف ان المسلسل كان جذاب جدا، وكتير من عانوا من هذه المشكلة اتفرج على حياته في المسلسل ده. مشاهد من هذا النوع تمثل خطر كبير جدا عليه في انه ممكن يرجع تاني. فهو انا كان اعتراضي، او يعني احنا محتاجين بس ايه يعني شيء من الدعم الفني للي بيكتب المسلسلات او الاعمال اللي من هذا النوع. انا مع وجود اعمال من هذا النوع بهذه القيمه، لكن يعني محتاجه بس شيء من الحساسيه كده في بعرض ايه وما بعرضش ايه. وبرده محتاج ان انا المسلسل زي كده كان يحتاج الحقيقه ان هو يبقى لمن هم فوق ال 18. يعني كبار فقط. كان دلوقتي صعب انك تتحكم في فئه معينه. انا مع حضرتك يعني دلوقتي بيجيبوها فد من على النت من على كل حاجه. صحيح. خلينا نقول لابد ان يكون هناك مراعاه لحال المجتمع المصري، وتحديدا في ظل فتره تفشت فيها هذه الامور بشكل مباشر. صحيح. خلينا اسال حضرتك بخصوص هذه الجزئيه يا دكتور، بما ان المجتمع بيقول لك من ضمن اسباب تفشي ظاهره الادمان وكثره المخدرات، انا بضرب مثل دايما بقول ما في عندي اللي بيصلي وفي اللي ما بيصليش، وده يعرف الصح وده يعرف الغلط. صحيح. وفي ملهيات كتير وفي ذنوب كتير ممكن نرتكبها، ولكن طالما انا عارف الصح من نفسي هقدر امشي في الطريق الصح بتاعي. خليني بقى اقول لحضرتك يا دكتور،
ونقول له برضه للساده المشاهدين، هل من ضمن هذه الاسباب اللي دايما بيعلق عليها زي ما بيقول كده شماعه اخطائنا وخاصه من عند المدمنين، ان كثره تفشي المخدرات بقت دلوقتي ارخص من السجاير؟ المخدرات دلوقتي بقت في كل شارع في اي حته، بتقف بس بعربيتك في الزحمه تلاقي الراجل بتاع المناديل ممكن تحت المنديل صباع حشيش، وده بيحصل بشكل كبير جدا. هذه الظواهر مش بس الحكومه كفيله انها تقوم بحصر هذه الظواهر وانعدامها في المجتمع، ولكن برضه في تكافل مجتمعي، توعيه مجتمعيه من قبل الافراد، من قبل المتعاملين بها، من قبل الاسره. هذه المشاهد بما تصفها بما ان حضرتك يعني متخصص في هذه الجزئيه، وازاي نتصدى ليها بطريقه مباشره؟ طبعا انا مع حضرتك ان الجزئيه الخاصه بان الحكومه عليها كل العبء كل الدور مش فعال، وفي العالم كله مش يعني مش مصر ده، ومش هيبقى ابتكار مصري. لا هو ده حاجه موجوده في العالم كله، في نشاط مجتمعي كبير جدا لمواجهه المشكله دهية. محتاجين ان احنا كمجتمع نبقى رافضين وجود هذا الشيء. لا. مش معنى ان في حد انا اعرفه او منظر انا شفته يبقى ان انا مستني ان انا ابلغ او مستني ان الشرطه تيجي. لا، ما انا لازم يبقى لي انا دور. دوري هنا ممكن يبقى حاجه من اتنين، يا ايجابي يا سلبي. سلبي اولا ان انا مش هاشارك في اللي بيحصل لك. ايجابي ويا ريت يبقى لينا الدور الايجابي ان انا شخصيا امنع ده. ايه اللي يمنع ان يبقى في نشاط مجتمعي خاص بكل منطقه بعينها، كل منطقه سكانها يمنعوا وجود حاجه زي كده؟ في جميع الاحوال انا بحمي ولادي. انا بحمي بيتي. يعني يفترض ان انا كشخص يبقى لي دور في ان انا احمي شارعي واحمي بيتي واحمي اسرتي من خطر زي كده. ده نمره واحد. نمره اتنين، بشتغل على تقليل الطلب بقى. تقليل الطلب يعني الشباب الصغير ما يبقاش هو نفسه بيطلب حاجه زي كده. ما يبقاش هو بيطلب ازاي؟ توعيه. بالظبط، صح. لازم يبقى زي ما الحكومه ليها دور، لازم يبقى احنا كمجتمع لينا دور توعوي. محتاجين الشباب الصغير يعرفوا يعني ايه مخدر، ويعني ايه ادمان، واخرته ايه، واوله ايه، ويودي فين. طيب انا عايز احصل على شعور معين، عايز احصل على احساس معين، هو ينفع احصل عليه باسلوب طبيعي؟ ينفع. ازاي؟ لازم اعلمه ده. ولازم يبقى ده جزء من يومه. هو ده الشكل الصحيح اللي المفروض انه يكون بيحصل. وده اللي بيخليني يمكن عايز اسال حضرتك سؤال مهم جدا. الاسره بقى المصريه بتاعتنا مش عايزين برضو نرمي عليها اللوم قوي في انها مش بتتواصل، مش بتعمل. احنا كمان عايزين نحس بيهم، لانه في اسر عايزه اقول لحضرتك يعني عملوا كل حاجه مع ولاده من تربيه واخلاق وتعبوا جدا، ومع ذلك الابن في النهايه بيدمن. اسره زي دي تعمل ايه لما في لحظه زي دي؟ لان لحظه صعبه جدا، لو كلنا حطينا نفسنا مكانهم مش هنقدر نتحمل اللحظه دي، ان ابني اللي انا ربيته وعملت فيه وتعبت بيهدم الاسره كلها. اعمل ايه كاسره كاب وام في مواجهه اللحظه دي؟ لا هو يعني احنا بنتكلم تاني ما هو الادمان. نرجع للسؤال الاولاني خالص، هي حاله مرضيه اعراضها اعراض سلوكيه. لازم اولا ابقى مقتنع ان ابني عنده مشكله مرضيه وليس سيء التربيه او سيء السلوك. لا، هي في مشكله مرضيه العرض بتاعها سلوكي. كويس، طالما انا فهمت ده يعني انا كده ابني مريض، ابني عيان. طب اعمل ايه؟ زيه زي اي مريض في الدنيا، لاي مرض في الدنيا المفروض ان انا ابتدي اتحرك بيه في اتجاه العلاج. هي بس حاجه لازم ابقى عارفها، ان الموضوع ده هو مش زي دور البرد. يعني مش قرصين دواء هاخدهم لمده اسبوع الكحه هتقف والحراره هتظبط. لا، هي الحكايه ده هي حكايه محتاجه شغل على مدى طويل شويه. نعم، اشبه ما تكون بالامراض المزمنه زي السكر او الضغط. حاجه محتاجه كنترول من صاحبها. نعم، لكن اذا عمل هذا الكنترول، اذا عمل هذه السيطره، سيطر على اكله، سيطر على شربه، سيطر على اسلوب حياته واسلوب يومه، حياته بتتغير، بيسيطر على مرضه، ما بيبقاش فيه اي مشكله، ما بيبقاش فيه اي عرض. تمام، ده اللي خلينا نروح لجزئيه مهمه جدا، اهميه وجود القدوه في حياتنا. خلينا اقول لحضرتك يا دكتور، يعني المشهد ده عمري ما هنساه. كنت في ثالثه ثانوي او ثانيه ثانوي تحديدا، كنا في محاضره عن الادمان، وكان طبيب خاص بهذا الموضوع بيشرح لنا والادمان، وما تشربش سجاير، ما تقعدش جنبه مدخن. فخدنا بريك، فاثناء البريك كنت انا اخر واحد طالع كده، فلقيت بيشوف الناس وهي طالعه، لقيته بيولع سيجاره وبيشربها. فلفت انتباهي، فانا كنت شويه طفل بحب عندي حب استطلاع وبحب برضه اتكلم واستفسر كتير. فبقول له يا دكتور، وحضرتك انت بتقول لنا الادمان وبتقول لنا عن المخدرات وبتقول لنا عن احنا ما بنشربش سجاير وحضرتك شربت سجاير، فتخيل رد فعله، قال لا مالكش دعوه بيا، انا بقول لك الصح. طيب ده اللي خلينا بقى اهميه القدوه في حياتنا، ان الاب ما ينفعش يقول لابنه ما تشربش سجاير والسيجاره في ايده 24 ساعه في البيت. طبعا ما ينفعش الخال يقول لابن اخته ما تشربش سجاير والسجاير 24 ساعه في البيت.
ما ينفعش كمان المجتمع ينهينا عن هذه التصرفات السلبيه والتصرفات الغير حميده، ونجد هناك التصرفات الاساسيه من المجتمع نفسه ومن شله الاصدقاء. دور القدوه المؤثر في حياتنا في معالجه ظاهره الادمان بشكل كبير. طبعا ما فيش كلام، انا مهم جدا في حياه اي شاب او شابه انه يبقى في نموذج كده هو بيتطلع ليه. لو نرجع لاوقات زمان شويه في التاريخ لما كان في اهداف كبيره، لما كان في اهم قومي كبير، لما كان في نموذج كبير الناس بتتطلع له، الناس كانت بطبيعتها بتتشبه بيه. نعم. بما فيها السلوكيات الصحيه او الغير صحيه بالمناسبه. نعم. فطبعا وجود قدوه او نموذج حد شاب او شابه يتطلع ليها شيء في منتهى الاهميه. طب نوجده ازاي؟ احنا محتاجين الاول نعرف هو النموذج ده نموذج في انهي مجال او في ايه؟ يعني انا لفت انتباهي حاجه حضرتك قلتها في وسط الكلام عن الحمله اللي كانت عن بالظبط تعاطي الحمله القوميه لمكافحه الادمان، كانت قايمه بها وزاره الضمان الاجتماعي ووزاره الشباب. وانا متفق معاك تماما في الراي فيما يخص من قام بهذه الحمله. لا يصلح تماما هو شخصيا نموذج لشكل معين بالظبط، شكل غير محمود بالمره. بس رسائل اخرى من خلال دراما ده خليني اقول لك كمان ده، بقول لحضرتك يا دكتور ان انا كنت موجود في ختام هذه الحمله والوزير بيكرم المجموعه اللي اهتموا معافيتها، فقعد بدردش وباخد لقاءات كده مع الشباب اللي هم تعافوا، فبقول لهم ايه رايكم في البطل بتاع هذه الحمله؟ فتخيل والله العظيم تاني وربنا شاهد على ما اقول بيتريقوا بيقول يعني ازاي جايب لنا واحد هو اصلا اللي معلمنا الحاجات دي في الاخر بيقول لنا بطل. مش عيب ان الواحد يعمل حاجه غلط وبعد كده يتوب عنها، ولكن الصح ان انا لما اجي في قدوه، ان لما اجي اخد معلومه دينيه اروح لاهل الدين اللي هو الازهر صحيح. الشريف، ما ينفعش اخدها من واحد صاحبي بيبقى مشكوك فيها شويه، اتاكد منها اروح لبيت منبع هذه صحيح. المعلومه صحيح فضل. هو ده يحطنا في حته اللي هو مين اللي يبقى قدوه، مين احنا محتاجين بس ان نعيد تعريف من يصلح لان يكون قدوه. هل هو البطل الرياضي ولا هو البطل في خناقه؟ هل هو العالم ام هل هو اللي بيمارس نشاط ترفيهي معين الفترة المقبلة؟ وعايزة أقول لحضرتك إنه موضوع الإدمان الحقيقة مش محتاج مننا فقرة واحدة بس، إنما محتاج مننا حلقات وحلقات نبرز له ونفتح له مساحة أكبر عشان ولادنا يتوعوا بشكل كبير. بشكرك دكتور محمد هنداوي أخصائي الطب النفسي، نورتنا وتشرفنا بوجودك وبالتفاصيل الجميلة اللي أمتعتنا بها. ربنا يبارك فيك. شكرا لك يا دكتور وشكرا لكم مشاهدينا، مستمرين معاكم ولكن في هذه الفقرة بنحاول نخرج من عدم التوصيات زي ما قال الدكتور محمد، أهمها البداية أو النشأ من الأسرة المصرية. لما يكون المنبع طيب اعتقد بيخليك تتلاشى العديد من الاخطاء، فاتمنى يا رب ان يكون هناك دور رقابي محمود من قبل الاسره المصريه مش دور خنيقي محمود، لان للاسف بعض الاسر بتفهم ان انا اراقب ابني ان انا اضيق عليه الخناق، لا بالعكس اصاحب ابني زي ما قال الدكتور تفضل مشكورا، احاول اوصل لمرحله ان اخلي ابني لما يجي في الغلط هو اللي يجي يقول لي عشان اقدر اعالجه بسرعه. نتمنى يا رب ان يكون هناك تكاتف مجتمع من كافه المؤسسات ومن كافه الطوائف ومن كافه الشباب للتصدي لظاهره الادمان حتى نتمتع بعيشه هنيه كده وشباب مشرق صاعد لغد مشرق باذن الله تعالى. بعد الفصل انتظرونا لسه مكملين مع حضراتكم بقى فقط برنامجنا الحوارين، برنامجكم اللون الاخضر.